ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب في درس جديد من دروسنا في تعليم العود بأسلوب مميز عن بعد. درسنا في اليوم سنأخذ فيه أغنية عن مقام الحجاز. دعونا نتذكر في البداية مقام الحجاز. مقام الحجاز ري، هو يبدأ ري، ري بيمول إصبع أول، فا دييز إصبع رابع، سول وتر ثاني مطلق، لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، سي بيمول بالإصبع الثالث على الوتر الثاني، دو وتر أول مطلق، ثم ري بالإصبع الثاني على الوتر الأول. جميل، إذن هذا هو مقام الحجاز. جميل، أتمنى أن تكون تمرنت عليه بالشكل الكافي عزيزي الطالب. اليوم سنأخذ أغنية فوق النخل، وهي أغنية جميلة من التراث العراقي، محبوبة لدى الجميع إن شاء الله، تستمتع في عزفها. سنبدأ من نغمة ري. الجزء الأول يبدأ من ري. ري سول 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 فا سول لا فا سول، ري سول 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 فا سول لا فا سول. إذن ري وتر ثالث مطلق، سول 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 ثلاث مرات سول وتر ثاني مطلق، ثم فا وتر ثالث إصبع رابع، فا دييز طبعا، سول وتر ثاني مطلق، لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، ثم نعود للفا مرة أخرى، ثم سول 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 فا سول لا فا سول. مرة أخرى، تجد صعوبة في فا سول لا فا سول في هذا الجزء تحديدا، تمرن عليه أكثر. ري سول 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 فا سول لا فا سول، هذا الجزء الأول. ثم الجزء الثاني، فا سول لا سي لا سول سول فا مي، فا سول لا سي لا سول سول فا مي، فا سول لا سي لا سول سول فا مي، هذا هو فا سول لا سي لا سول سول فا مي، فا فا سول فا مي، فا بالإصبع الرابع على الوتر الثالث، سول بالوتر الثاني مطلق، لا إصبع ثاني وتر ثاني، سي وتر ثاني إصبع ثالث، فا سول لا سي لا سول سول فا مي، لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، سول سول فا سول لا سي لا سول 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 وتر ثاني مطلق، فا مي فا مي، فا بالإصبع الرابع على الوتر الثالث، مي بالإصبع الأول على الوتر الثالث، ثم فا فا سول فا مي، فا فا إصبع رابع وتر ثالث، سول وتر ثاني مطلق، فا وتر ثالث إصبع رابع، مي إصبع أول وتر ثالث. إذن فا سول لا سي لا سول سول فا مي، سكوت، فا فا سول فا مي، فا على البطيء، فا سول لا سي لا سول سول فا مي، فا فا سول فا مي. نعيد الجزئين، ري سول 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 فا سول لا فا سول، الثاني فا سول لا سي لا سول سول فا مي، فا فا سول فا مي، الثالث الجزء الثالث، لا سول سول فا فا مي مي ري مي. هذا جزء بسيط وسهل، كل نغمة مرتين، لا ثم سول سول فا فا مي مي ري مي. أول شيء لا نغمة واحدة، ثم سول سول فا فا مي مي، ثم ري مي. جميل، إذا لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، سول وتر ثاني مطلق، فا بالإصبع الرابع على الوتر الثالث، مي بالإصبع الأول على الوتر الثالث، ثم ري وتر ثالث مطلق، ثم مي وتر ثالث إصبع أول. لا سول سول فا فا مي مي ري مي، لا سول سول فا فا مي مي ري مي. لاحظ الحركة بين المي والفا والفا والمي، هذه دائما تركز عليها. لا سول سول فا فا مي مي ري مي. نعيد الجزء الأول والثاني والثالث. لا سول 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 فا سول لا فا سول، فا سول لا
المكمل فا صول فا مي، تماما مثل خاتمة الجزء الثاني فا صول فا مي فا صول فا مي. إذن أصبح الجزء الثالث لا صول صول فا فا مي مي ري مي فا صول فا مي. نعيده الجزء الثالث لا صول صول فا فا مي مي ري مي فا صول فا مي. الجزء الرابع والأخير هو لا صول صول فا فا مي مي ري مي فا صول لا فا صول. إذن لا صول صول فا فا مي مي ري مي فا صول لا فا صول. يشبه الجزء الثالث إلى حد ما في بدايته، هي لا صول صول فا فا مي مي ري ري. الثالث كان لا صول صول فا فا مي مي ري مي، أما هذا لا صول صول فا فا مي مي ري ري. في النهاية هذا ري ري والسابق كان ري مي. جميل، نعيد لا صول صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول لا فا صول. لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني صول صول وتر عفوا ثاني مطلق فا فا. إصبع الرابع على الوتر الثالث مي مي، بالإصبع الأول على الوتر الثالث ري ري، وتر ثالث مطلق ثم مي فا صول لا فا صول. مي بالإصبع الأول على الوتر الثالث، فا بالإصبع الرابع على الوتر الثالث، صول وتر ثاني مطلق، لا وتر ثاني بالإصبع الثاني، فا بالإصبع الرابع على الوتر الثالث ثم صول بالوتر الثاني. إذن لا صول صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول لا فا صول. نعيد لا صول صول فا فا مي مي ري ري مي فا صول لا فا صول. نعيد الأجزاء كاملة من بداية ري صول 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 فا صول لا فا صول فا صول لا سي لا صول صول فا مي فا فا صول فا مي ري صول صول صول. نعيد فا صول أتمنى عليك التمرن جيدا على هذا اللحن لأنه جميل ومختلف. أتمنياتي لكم بالتوفيق وإلى اللقاء في درسنا القادم.